دلوقتي ميعادنا مع الفقره الاساسيه، فقره التحليل الفني لمباراه انبي. في الاسبوع الاول الزمالك حقق انتصاره بنتيجه 2-0، بشره خير هي نفس نتيجه اول مباراه افتتاحيه في الموسم اللي فات اللي انتهى بتتويج نادي الزمالك. المباراه الاولى من ايقاف شيكابالا 8 مباريات، هنفضل نشغل لكم العداد 1 من 8، ايقاف شيكابالا اللي احنا لغايه دلوقتي تم بدون وجه حق، بدون تحقيق، بدون الطرف اللي هو تم ادعاء ان هو المعتدى عليه ما يكون حتى اقر ان تم اعتداء عليه. خش في المباراه بعد ما العداد ده معانا مكمل معانا شغال. بالظبط 1 من 8. هنبتدي بقى بالمباراه. الفوز اتاخر شويه، عايزين بقى نعرف كده واحده واحده الفوز ده الصعوبات اللي واجهت الزمالك ايه في المباراه. يعني السنه اللي فاتت ماتشين انبي لا الزمالك خلص في الشوط الاول، الشوط الاول كان خلص 2-0، الماتش اللي تاني كان نتيجه الشوط الاول 3-1، المره دي ببنالتي متاخر في نهايه الشوط الاول. ليه بقى يا عطان؟ يعني انا في رايي انه من ضمن الاسباب المهمه ان امبي لعب مباراه دفاعيه قويه جدا، يعني كان مركز جدا على الدفاع. امبي بيلعب برباعي دفاعي، لكن الحقيقه ده على الورق بس، لكن الحقيقه ان الموضوع بيتحول لسداسي دفاعي. ليه؟ جناحين بيتراجعوا على الخلف يمين وشمال، بيبقوا بتخلق خط دفاع سداسي. عارف مباراه جوزيه مورينيو اللي كان الشهيره للانتر مع برشلونه في 2010، كان بيلعب صامويل ايتو على الجانب الايسر مدافع جنب كريستيان شيبو. يعني الدفاع السداسي ده كان دايما موجود، حتى في لقطه معانا تبين جدا توريك ازاي في خط دفاع سداسي حائط صد يحاول دايما يعرض. يعني هنا بص ده الاجنحه، هنا بص في الدفاع الرباعي في حائط صد للاجنحه عشان خاطر يقفلوا اي فكره للاختراق من العمق، الاختراق من الاطراف اللي كان مميز الزمالك فيها جدا السنه اللي فاتت. زيزو وبن شرقي بالظبط، الزمالك نهى الموسم من الاطراف بالزبط. يعني حاجه. طيب زيزو اللي هو اصلا لاعب، يعني لاعب في مستوى تاني خالص في الكره المصريه في موضوع العرضيات، العرضيات بتاعته اوروبيه يعني فعلا سريعه جدا، موجوده في مناطق مهمه جدا من الملعب. فبالتالي الكره المصريه فعلا. فعلا يعني بالتالي هو انت هم كابتن حلمي طولان كان ان هو يمنع الخطوره دي من ناحيه زيزو. والناحيه الثانيه كمان بن شرقي لعيب مهم جدا في مركز في عمليه الواحد على واحد، ما ينفعش بالنسبه للكابتن حلمي طولان دايما ما ينفعش ان انا احط نفسي في موقف واحد على واحد مع بن شرقي، بالتالي هو حاول دايما ان هو يعمل النقطه دي. طب ما هو ما كانش حد غلب، كان كله يلعب بسداسي دفاعي عشان خاطر يغلق اي حاجه، لكن دايما طول ما انت بتشيل من مكان وعشان تعالي مكان هتلاقي تظهر لك بعض المشاكل. في بعض المشاكل اللي بتظهر لانبي جراء هذا الامر، زي ايه؟ زي العمق. انت دلوقتي سحبت الاثنين دول من هم اول حاجه ولا يقابلوا من قدام ولا يقابلوا الاطراف من قدام بتاعه الزمالك، ولا يخلوا في العمق مع ثنائي قلب الوسط عشان خاطر يساندوهم، بالتالي بتبقى في مشكله دايما في فكره تغطيه العمق ده. الحقيقه ان الموضوع ده كان مضر بالزمالك، بس زي ما قلت كان مفيد. هو بديهي جدا ان انت عايز تغلق يعني تعمل عندك مشكله او عايز تقفل مشكله عندك تزود عدد اللعيب، لكن انت سحبتهم من العمق. ده برضه حدي مثال تاني، مباراه ايطاليا واسبانيا في نصف نهائي اوروبا دوري الامم الاوروبيه، ايطاليا اطرد منها لاعب فلعبوا بخماسي، مانشيني لعب بخماسي 5-3-1 فارهق لاعبي خط النص جدا، اضطر يطلعهم الثلاثه بالمناسبه. بالتالي الزمالك بدا يعمل ايه؟ عشان كرتون مش هيفضل واقف ساكت، بدا ان هو يقدم الباكين بتوعنا من الجنبين، وبعدين بعد ما هو بيقدم الباكين يدخل الطرفين اللي هم بن شرقي وزيزو بيدخلوا في العمق. ده ليه؟ عشان اساند اوباما، لما انا اساند اوباما ده بيديني حلول في وسط الملعب، لو حتى لعبنا بعض اللقطات اللي هي ممكن تساعدنا في هذا الامر، يعني انه ده خلانا يخلق حلول للتسديد. انت دلوقتي لما اخليت العمق بتاع امبي بقى عندك فرصه ان انت يبقى في مكان مساحه ان انت تسدد، بن شرقي بقى موجود في العمق، زيزو موجود في العمق. هو من اسمه اقول لك ممكن تقول لك بيضيع على اوباما، لكن الحقيقه ان انت زودت فكيت الحمل عنه، بقى عندك اكتر من لاعب خطير. بص هتلاقي اكتر واقف اللقطه هنا، هتلاقي انت عندك اكتر من حل في العمق يا خليفه، مش بس سداسي هو اللي بيعمل لك عن مشكله. هو حتى عدد تسديدات الزمالك في المباراه دي كان 11 تسديده، منهم 9 تسديدات من خارج منطقه الجزاء، 9 تسديدات من خارج منطقه الجزاء، ده رقم اعتقد ان هو رقم كبير خصوصا في فريق بيلعب لو بلوك زي انبي. فده كانت من الملاحظات تاكيدا على الكلام ان الزمالك بدا ينقل لعبته للعمق وبيعتمد شويه على التسديد كمان. هو كمان من مميزات ان انت بتدخل اللعيبه دي في العمق وبتثبت الطرفين على اللي هم الباكين بتوع الزمالك اللي هو مسلوسي
وعبد الشافي ان انت بتخلق دايما تساؤل للمنافس. ما هو لو انت سبت الوضع كما هو عليه خلاص 2-2 الامور صعبه جدا على الزمالك هو انه يختارك، لكن لما تنقل زيزو وبن شرقي في العمق انت بتخلق تساؤل، هل انا ده افضل اثبت الباكين بتوعي ان هم الجناحين بتوعي مع الباكين بالتالي هيدخل العمق ويبدا يحصل اللي احنا شفناه ده ان الزمالك بقى قادر يسدد ويوصل من منطقه الجزاء من العمق ده، ولا ابدا لا ارجع الباكين تاني يحاول يضغط؟ وده حصل في لقطه من اللقطات، هو مش نادي، هو استمر كابتن حلمي طولان متمسك بموضوع السداسي الدفاعي ده. في لقطه واحده بس جراح من انبي قرر ان هو يتطوع ان هو يخرج عشان خاطر يقابل، فايه اللي حصل؟ الثغره اتفتحت، هو خرج من المنطقه بتاعته الثغره اتفتحت خلاص الدنيا دي بقت فاضيه. هي دي الفكره، هو لما ياخد القرار ده انت دايما بتخلق له التساؤل، فهو بيضطر يطلع عشان خاطر يعمل عمليه الضغط تبدا هنا الثغره تنكشف. لكن الزمالك كمان عنده ميزه لاحظتها جدا في المباراه هي موضوع الكاونتر بريسنج، بريسنج اللي هو الضغط العكسي. ايه الفرق بين الضغط والضغط العكسي؟ الضغط ده لما يكون المنافس معاك كوره انا بضغط عليه خلاص ده اسمه ضغط، لكن الضغط العكسي لو انا الكوره معايا بعدين اتقطعت الحق بسرعه اضغط. فالزمالك كان مميز جدا في الموضوع ده، وفي لقطتين معانا ممكن نشوفهم هتلاقي ان الزمالك على طول اول ما الكره بتفقد هتلاقي في ضغط شرس لعيبه الزمالك على طول بتجري ورا الكوره. بص امام بيضغط هنا، بص بن شرقي برده بيضغط، بص امام عاشور كله ضاغط عشان خاطر يستعيد الكره قدر اسرع وقت ممكن. بص على طول الكره اتخطفت هتطلع اوت على ما اظن. ايوه لا خلاص اتخطفت من غير فاول كمان عموما. ايوه من غير فاول. ولقطه ثانيه برده الكره فقدت، ايه اللي حصل؟ على طول جري ورا الكوره بكل استمرار وان انت تمنع المرتده بتاعت انبي ان هي تكون موجوده. طبعا مش عايز اقول يعني من اضرار الموضوع ده على انبي ان هو كان المرتدات ضعيفه جدا في اغلب المباراه، في بعض اللقطات الخطيره ده مفهوم ده طبيعي، لكن هي دي الفكره. بس انا عندي نقطه برضو يا عطاء، هو ما كانش فيه يعني الاستفاده الكامله من اللي انت قلته. انت بتتكلم ان نقله بن شرقي وزيزو في القلب كانت معاها مسانده من الظهيرين بتوعنا المسلوسي وعبد الشافي، بس انا في الماتش نفسه الفعاليه ما كانتش كبيره بسبب شويه ملاحظات. تعال نبص اول الزمالك فعلا بدا بالشكل اللي انت بتتكلم بيه. تعال نشوف هنا صوره للتمركز دي في اول اللحظات بالظبط بن شرقي وزيزو، هتلاقي هنا المسلوسي وعبد الشافي فاتحين فاتحين الملعب. حلو ده كان في بدايه الماتش دي في الدقيقه 1، بعديها في الدقيقه 4 هتلاقي نفس الامر بيتكرر تاني، هنا فين عبد الشافي وهنا المسلوسي. تعال بقى ايه اللي حصل على مع الجزيري يعني تعال ايه اللي حصل. نيجي اول حاجه تم ارهاق عبد الشافي، كل الكور الطويله اللي اتلعبت من انبي اتلعبت على عبد الشافي. تعال نشوف انا هعمل ايه بقى، هجيب لك اول نص ساعه يعني انا مش بجمع شويه لقطات من الماتش كله، لا ده انا هديك دليل في اول نص ساعه من المباراه. شوف كل الكوره ثابته الانبي او كوره متحركه بتتلعب طويل فين. هنا على طول هو هنا هيرمي ناحيه عبد الشافي. عبد الشافي على فكره بيتحرك كويس ورغم ان بيتر دينر بيتر كان اطول منه، بس عبد الشافي واقف مظبوط. دي اللقطه الثانيه الثالثه نفس النظام. خلي بالك كل ده احنا لسه في اول 25 دقيقه، يعني كل اللقطات دي في اول 25 دقيقه. فده بقى ارهق عبد الشافي، انت لعيب بتدخله كله على التحامات هوائيه، التحامات هوائيه ارهاق كبير جدا على عبد الشافي. هتيجي بقى طيب المسلوسي ايه اللي حصل؟ المسلوسي ليه لقطتين عملوا له كارت ارهاب كده، لقطه في الدقيقه 7 الكوره اتقطعت منه واترمت وراه على طول، يعني هتلاقي المسلوسي نشوفها كده اول لقطه للمسلوسي مدار ان هو اتقدم هو اللي هو اللي هم مركزين. هتلاقي معانا اول لقطه يا ريت تكون معانا هنا اتقطعت هتتقطع هنا هجمه في وراه. هو ما شاء الله بقى انا برضو المسلوسي بص ورغم انه كان واقع قام ورجع وخدها بالتحام قوي من غير فاول، التحام الحكم كان بيسمح بمساحه ما في الالتحامات. ودي كره ثانيه ماشي الكره الثانيه برضو مرميه ورا المسلوسي هنا المسلوسي بيرجع تمام بص بقى المسلوسي لعيب خبره بدا. هنيجي هنا بقى خلى المسلوسي بقى ايه مش متقدم فدي يعني ده بقى هتجي اللقطات ده بقى اللي انا بقول لك عليه. هنا مفيش بقى مفيش مسلوسي مفيش مسلوسي خلاص بقى هنا مفيش مسلوسي الهجمه. شوف سيف شغال وزيزو في القلب ومفيش مسلوسي نفس النظام هتلاقي مفيش مسلوسي واقف هنا هنا الهجمه بتروح بص هناك مفيش مسلوسي هتيجي تاني. كل ده خلي بالك انا بجيبه لك من الاول ليه؟ لان دي الفتره اللي انا بتكلم فيها ضغط البدايه. نفس النظام هتتحرك في الثالثه نفس التدليل والتاكيد نفس النظام هنا اهي. بص بقى دي بقى دي كانت مرتده كويسه جدا للزمالك كله بيزيد تمام لغايه دلوقتي ما عنديش مشكله المسلوسي ما بيبقاش ظاهر هنا بقى بدات تبقى في مشكله ان المسلوسي مش موجود. بص الكره ما تتقطع هو زيزو هيشوط تمام. بص بقى هنا الكره ماشيه ازاي المسلوسي كان لازم يبقى بدري هو اللي ياخد الكوره مش لعيب انبي صح.
فتمام. طيب. فده اللي انا عايز اقوله لك، عدم الاستفاده من التمركز الكبير بتاعنا. لا انا عايز اقول لك على حاجه كمان، نوقف هنا معلش لحظه. بالظبط. انه يعني انت دلوقتي عايز عشان نلخص الكلام، ان التقدم الظاهرين ده ليه فوائد، انه زي ما قلنا بيفتح الملعب، بيدي التساؤلات اللي اتكلمنا عنها، بس في مضار انه ممكن الكره المرتدات بالمناسبه، يعني انت عندك كويس في في الضغط بتاع الكاونتر بريسنج زي ما قلنا في نص الملعب، ده بيخلينا قادرين نساعد الكره، لكن دايما في منطقه فاضيه على الجنبين ممكن يهرب منها المنافس. لكن في نفس الوقت انت في بعض اللحظات قدرت تعمل نفس القصه لما انبي طبعا اللي هو ما كانش بيهاجم كتير، لما في واحده منهم قدم الباك بتاعه، هنشوف كده معايا مع بعض في اللقطه اللي جايه هتبقى نفس الفكره برده، زيزو بيهرب المرتده، لا اللي قبلها هتلاقي بيهرب المرتده، لكن هنا برده مش عايزين نبخس حق الباكات ان هم عندهم عرضيات بلسم بصراحه. بص عبد الشافي اللي فاتت وبص المسلوسي عرضياتهم ممتازه، احنا عندنا ثلاث لعيبه، لو وقفنا عندنا ثلاث لعيبه من عبد الشافي مسلوسي زيزو عليهم عرضيات ممتازه من وضعيه الحركه، انا يعني مش شايف ان احنا عندنا ثلاث لعيبه ممتازين في هذا الصدد. لكن في حاجه عايز اكلمكم عنها، انه ان الضغط من قدام ده مهم، يعني احنا قلنا الكاونتر بريسنج ده مهم، الضغط نفسه البريسنج العادي ده مهم جدا، الزمالك كان ممتاز في النقطه دي، واضح الفريق فيت بدنيا، عندنا اربع لقطات ممكن نتفرج عليهم هتوريك ازاي ان الزمالك قادر ان هو يضغط بشكل مستمر على المنافس ويخطف الكوره احيانا بفاول او بدون فاول، لكن انت اهم حاجه المرتدات. بص نفس القصه دي كانت كلها هجمات في عدم وجود نظام دفاع الانبي، يعني كل دي هجمات، دي كانت خطره جدا من سيف، يعني دي كلها هجمات يا احمد مفيش تنظيم دفاع الانبي، انت بتاخد الكوره وبتعملها بسرعه شويه في تحول فبتعمل هنا خطوره على طول. تمام. واحنا بنتفرج على لقطات والناس بتتفرج على لقطات، عايز اوضح حاجه بس صغيره مهمه، الفكره يا جماعه انه ساعات الناس بتقول لك ايه هو عبد الشافي ومسلوسي ما ظهروش في لقطات هجوميه كتيره، الحقيقه ان في رايي ان اللقطات الهجوميه دي مش لازم تكون بالكوره، يعني ده دور هجومي واضح ان اتنين يتثبتوا على الطرفين كده عشان يخلقوا التساؤلات اللي قلنا عليها ده، ويدي بن شرقي ويدي زيزو الاريحيه ان هو يدخل في العمق، فمش لازم ببساطه كده لما الدور الهجومي يحصل باللي انت عايزه، لا المهم يكون المدرب اللي هو عايزه. بس ده يعني دي النقطة اللي أنا حبيت أوضحها للناس في هذا الصدد يعني. بالزبط. أما بالنسبة للضغط فالزمالك كان كويس في موضوع الضغط باستمرار، كان في عندنا قدرة إحنا نضغط على المنافس بشكل كويس جدا يا خليفة. بالظبط هو ده، يعني كل دي لقطات هتبقى معانا لفكرة إن الزمالك قادر يستفيد من الضغط العالي للعبة الزمالك في النقطة دي.